نادى ترسانة عنده جرية وكارو أمامية طويلة سيلا سيقة في وسط الملعب بيقطع عبد الخالي عبد العزيز لكنها مش لحد خالص كانت نادى الزمالك لعبة غريبة شوية تطلع تماس نادى ترسانة سيلا سيقة مساعد شاهين نجحة جمال ترسانة نجحة جمال عند عبد الفتاح بروكبا عبد الخارج التشكيل في لقاء اليوم أنا اللقاء طارق سامي بنهايه الشوط الثاني